خوف انه ما ترجع تفتح قد ما طولت المكتبة الوطنية انه ما ترجع تفتح ايامنا. ايه بس لحسن الحظ انه دشنت وبلشت ب يعني وضع المكتبة الوطنية حاليا جيد جدا يعني. أنا بشوف إنه المكتبات العامة الغنية والفاتحة أبوابها يعني هي مجال مش بس للفائدة للمتعة كمان يعني. بقعد 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات بين الصحف القديمة. فينا نقول اليوم فعليا نحن لأول مرة بلبنان بيكون عنا مكتبة وطنية بمفهومة القانوني. واليوم ضمينا المجموعة القديمة اللي كانت بدار الكتب الكبرى وعم نكبرها أكان من هبات من أشخاص أو أنه حسب الإيداع القانوني اللي عم بيتم اليوم بوزارة الثقافة. ونحن عم نحصل على نسخ صارت مقتنياتنا حوالي 300,000. حبيت المكتبة كتير لأنها اختلاط بين القديم الحضارة العثمانية في هذا الحال والجديد مودرن. دي السبب الأول. والسبب الثاني النور طبيعي في المكتبة وهذا مهم جدا لمطالعة الكتب. والسبب الثالث أنا فرحانة أن لبنان فتح مكتبة بعد كل هذه المشاكل اللي لبنان الشعب اللبناني عاشها في الماضي. اليمن حوارات في دول عربية وأجنبية. أطراف الصراع يبحثون عن وقف حرب مدمرة لكن الأجندات متناقضة وتوجيهات الخارج متلاعبة. أما الكارثة الإنسانية فتلك قصة غائبة.
اليمن. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة مباشر.